السلام عليكم. تعرف بحضرتك؟ أنا اسمي حمو أفندم من الداهلية. سلام. حضرتك سمعت إن من أقدم الناس هنا؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا بحلقة جميلة والسيد المحافظ ربنا يبارك لنا فيه عمل لنا حلقة بسم الله ما شاء الله، حلقة مشرفة للعالم كله. فأنا بقول شكرا للسادة المسؤولين كلهم اللي ساعدوا في هذا المشروع. حلقة بيزورها جميع الجنسيات، حلقة الغردقة بلد سياحية بيزورها جميع الجنسيات، لازم يبقى حاجتنا مشرفة يا فندم. وبرضو نشكر المديرين هنا في الحلقة اللي مسكين الحلقة، المديرين ناس مش مقصرين معانا الحمد لله رب العالمين، كنظافة كعمال كهنا حاجة ممتازة جدا. اهلا وسهلا بحضرتك، متعرف بيه؟ فندم العزك يونس شعيب المشرف المسؤول عن حلقة السمك هنا. ممكن تكلمنا عن عدد الباكيات والخدمات اللي بتقدمها الحلقة الجديدة؟ والله الحلقة الجديدة هنا بتقدم حاجات كتيرة خالص وخدمات حلوة ممتازة. بالنسبة احنا عندنا انا مصنع تلج، ده للناس اللي بتيجي الصبح مثلا بتاخد التلج والحاجة بتاعتها من هنا، ده وفر علينا برضو، كانت الناس بتجيب حاجاتها من برا وكانت عربيات وحاجات. ده دلوقتي مصنع التلج عندنا انا بيدي التلج لجميع البيكات الموجودة. عندي هنا غرفة للشادر للمزاد بتعمل فيه الصبح بتاع السمك، السمك حضرتك بيجي من البحر وتعمل الغرفة بتاعة المزاد. عندي مكان مخصص للتلاجات، وعندي حضرتك خدمات، عندي حمامات دورات مياه، وعندي غرفة طرمبات بتاعة حريق لا قدر الله لو في حاجة تمام، وعندي مع غرفة مولدات برضو لو الكهرباء قطعت ولا حاجة موجودة برضو عندي في الخدمات بتاعة الحلقة بتاعة السمك. هنا الباكيات كلها في اي اختلاف؟ لا، هو احنا حضرتك هنا كان ست اللي هو البرداري السكرتير العام كان حاطط برضو حاجات لشروط للاماكن بحيث انه كلها تبقى عشان المنظر العام تمام. البيكات كلها الفرش اللي بيتفرش عليه نفس اللون على جميع مستوى البيكات تمام. الخدمات كلها يعني كلها صف واحد، مفيش حد بيتعدى يطلع على الممر اللي معمول في حضرتك، معمول ممر للميه وللحاجه لو تلج او حاجه نزل بينزل على الممر على طول على الصرف الصحي. اي اعتراض من البياعين اللي جمنا؟ قالوا لا بالعكس، ده الناس هنا مبسوطه وتمام ومرتاحين لنا احسن من هناك، لان كان خشب وكان حاجه غير ادميه. يعني اي الناس يعني المصريين والاجانب اللي بيجوا؟ والله احنا عندنا بتنزل افواج سياحيه كتير، يعني بالنسبه ده يعتبر مزار سياحي تمام، بتيجي من جامع المينا اول حاجه، اول ما بتنزل عندنا احنا هنا وتبص على السمك وعلى المكان وبتصور، وبعد كده بتطلع على جامع المينا. انا افرجه على الثروه السمكيه بتاعتنا الحمد لله رب العالمين، احنا عندنا كنز يا جماعه، كنز في مصر، كنز اللي هي الثروه السمكيه مش موجوده على انحاء العالم يا فندم. الثروه السمكيه عندنا في مصر مش موجودة في أنحاء العالم، بيجي لها ناس كتيرة يعني أنت تلاقي بره مفيش أي أسماك من دي، كله شغل مجمدات، لكن الحمد لله رب العالمين عندنا يعني ثروة سمكية في البحر الأحمر بسم الله ما شاء الله، دايما من أبوكوا دايما طازة وحاجات كويسة. رب حضرتك إيمان، رأيك التطوير اللي فيها دي أحسن ولا الأولانية؟ لا طبعا كده أحسن بكتير، وفي نظافة وفي حاجات حلوة وبقت بزيادة عن الأول. فيها العرض بقى اكتر قصدك المحلات نفسها؟ المكان غير الاول خالص، كده انضف واحسن بكتير. صباح الخير. صباح النور استكم. اعرف بحضرتك شعبان كميس. سهلا، ايه راي حضرتك في تطوير الحلقه؟ حقيقه 10 على 10 يعني. يعني ايه اللي حسيت الفرق بينه وبين الحلقه؟ لا طبعا في نظافه، وعشان قادر طبعا يعتبر هي كده بقت مزار للسياحه وعنوان للسياحه وفي ازدهار يعني. انت شايف ان الناس هنا مبسوطه احسن من الحلقه؟ طبعا اكيد. تعرض حاجتك برضو باسلوب احسن اعتقد؟ طبعا حاجه على شياكه وافضل يعني. ايه راي الناس يعني المواطنين لما بتيجي تشتري؟ بصراحه الناس مبسوطه يعني، حتى على الاقل في نظافه في بتاع. الاول كان ايه الانسان اللي الزبون يخش كان مؤاخذه الميه وبتاع ده وكده، كل حاجه صرف صحي وحاجه يعني ايه حاجه نظافه. دلوقتي لا، يمشي براحته وفي مساحات واسعه. مساحات واسعه وبتاع وكل حاجه بصراحه. اخبار السمك عندك؟ زي الفل يا ست الكل. ده حضرتك ده سريان تمام، وهنا بيسموه في الغردقه ايه يعني لما بيكون واحد تعبان في الغردقه يقول لك روح هات ايه سريان تمام، لانه بيسموه ايه دواء العيان تمام. ده سريان طبعا، ده جندوفلي طازه لسه صاحي تمام، ده ايه بلطي، ده بوري، دي سردين طبعا لسه ايه طازه برضه تمام، ده جمبري طبعا، دي ابو شراره او فراوله، دي ايه مشوي 10 على 10 تمام. دي شعور كده حضرتك تمام، حاجه ايه هي بسم الله ما شاء الله طازه يعني، حاجه وكاليماري حضرتك، كل انواع الاسماك وباسعار يعني احنا من الاخر
عشان لسه فاتحين جديد ما بنتكاش على الزبون. يعني والله العظيم بنبيع بسعر السوق. ايه اكتر الانواع اللي الناس بتبقى مقبلة عليها اكتر؟ السجان اكتر حاجة طبعا، السردين زي كده، في عموما سمك البحر الاحمر اللي هو الحريد، ابو شرارة، الشعور، تمام، مرجان حضرتك، الكشر، جميع انواع البحر الاحمر. ما تعرف بحضرتك؟ سعد محمد سعد فن ابو مروان. كنا عايزين نعرف هنا المحل بتاع حضرتك بيقى حضرتك. ده مكان تسوية الاكل بتاعت الحلقة كلها. هنا بنعمل سنجاري وبنعمل مشوي وبنعمل مقلي وطواجن وشرب مكرونات، كل حاجه تخص السمك. يعني الزبون بيخش يشتري السمكايه، بيختار بقى هو عاوز يعملها سنجاري، يعملها مقلي، يعملها مشوي. وهنا مكان اللي هو حضرتك اللي هو التجهيز بتاع اي حاجه، والجمبري والكلماري والكابوريا. قولي رايك كيف التطوير بتاع الحلقه؟ هو حضرتك النظافه اكيد طبعا كويسه لاي حد طبعا. المكان الاول كان برضو كله عباره عن خشب وورق هنا وورق هنا، حاليا مكان منظم، النظافه حلوه في اي مكان. لا الحمد لله رب العالمين، مكان احسن بكتير الحمد لله. النظافه واقفين على رجلينا، مفيش ميه تحت رجلينا. اول كنا نمشي تخش الحلقه في كل مكان في ميه تحت رجليك من كتر ميه تحت السمك، حاليا بتقف على رجليك وتمشي. النهارده اكبر كميه سياحه شفناها في الحلقه الفتره اللي هي من حوالي 10 15 يوم اللي هم اللي فاتوا دول. اي صعوبات ان انت تدخل السمك جوه الحلقه او الناس هنا يعني بتدخل السمك جوه؟ احنا حضرتك في بوابه مفتوحه على الجنب اللي من الناحيه الثانيه بعيد عن الباب اللي هو بيخش منه الزباين، ده بندخل منه السمك، بتعمل فيه المزاب بتاع السمك، بتعمل فيه كل حاجه بعيد عن الباب اللي هو بيخش منه الزبون او كان حد سائح او حد بيتفرج. ده باب لوحده وفي باب ثاني لوحده خالص. حاجه تشرف وحاجه تشرف البحر الاحمر كله ومصر عامه الحلقه الجديده. فاحنا سعداء ان السيد المحافظ استجاب لهذا الكلام وطورنا الحلقه، الانجاز العظيم اللي السيد اللواء عمرو حنفي قام بيه. احنا سعداء ان احنا قعدنا في حلقه تشرف، لان ده سوق عالمي بورد عليه ناس من جميع انحاء العالم. سعيد، ازي حضرتك؟ بركات الله يخليك. ده افضل ولا كان الاول؟ طبعا افضل. شايف الناس برضو الزباين اللي بتيجي والمواطنين مبسوطين بالتطوير؟ ايوه طبعا، نظافه عن الاول كتير، دلوقتي حاجه نظام وفيه ميه حلوه والشكل العام والاجانب اللي بتيجي وشغل النظافه كله. اخبار السمك؟ السمك ما شاء الله النهارده كويس. ايه حضرتك بتعرض ايه؟ بنجيب السمك، عندنا صيادين بيجيبوا لنا السمك طازه وبنفرش ونرزعه على الله. انا لفت نظري ان انت حاطط ورد كده، حاجه جميله قوي يا سعد. ما برضه سعادتك يا فندم، دي حاجه برضه يعني لازم، انا كمحل سمك دي حاجه اكل، لازم اكون في مكان نظيف، لازم نكون حاجه نظيفه، عايزني الجوده اهم حاجه، ثقه من عند ربنا سبحانه وتعالى انني اتعامل مع الزبون، لان الحاجه دي اكل، رايح يعتبر بيت اخويا، بيت اختي.